تلقى الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام العديد من التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف والأحزاب التنظيمية والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والمنظمات المدنية والمحافظين ورؤساء وأعضاء أيضا. وعبر المهنئون عن خالص تهانيهم للزعيم بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين له دوام الصحة والعافية، مشيدين بالإنجازات العظيمة التي تحققت خلال فترة حكمه وحرصه على أمن واستقرار اليمن وتقديم التنازلات لتجاوز الأزمة السياسية وتجنيب البلاد ويلات الفتن والاقتتال.